السلام عليكم بنات، شلونكم بنات؟ بالنسبة لهاي الحنة اللي طلبوها من عندي بالانستغرام البنات، قال لي على الحنة، حكيت على الحنة المعالج اللي استخدمه الشعري، وطلبوا من عندي حساب البنية اللي اخذ من عندها. والبنية بعد قبل فترة قالت لي سوي الاعلان على جماعة الشي اللي طلبوه من عندي. قلت لها اكو بنات طلبن، وهذا هو طلبن على هاي الحنة مالتك والدهون، دهون هاي المعالجة اللي تسوينها، هذا حساب البنية اللي قلتوا لي عليها، هاي حساب البنية. شوفوا هاي حسابها مكتوب هنا، أنا وإحنا تلفوا، وعدها دهون معالجة، وعدها شو اسمه الحنة مالتها يعني معالجة وأصلية وعن تجربة، وهاي نتائج. قالت صوري حسابي، هاي نتائج يعني شو اسمه المستخدمات. قبين بنات شعرين كان خفيف بيخفه وصار ثخين، وتعالج التقصف، وتعالج يعني هاي البهتان بالشعر والطول واللون. اشوف ذولي هذا اصلها وصارت عده شعر. انا استخدمت هالشعر كلش يعني حنة الفو، ويعني بيها نتائج حلوة. وحنتها اصلية يعني، وهم عدها سدر، وعدها شو اسمه، عدها زيت الحية، وعدها زيت السعد، وزيت ال زيت ال هو عدها زيوت يعني كلش هواي بحسابها هنا. أنا تقدرون تدخلون عليه وتطلبوا من عنده، هي على توصيل لكل المحافظات. وعدها هم سدر، هم يعني يقول سدر الأصلي. وبعد عدها زيوت ما أعرف معالجة هواي يعني، زيت ال شو اسمه هذا، زيت الإكليل الجبل، زيت جوز الهند، وعدها ماسكها من البشرة بجوز الهند. وعدها بعد قالت عنهن يا رب نشيتهن، شو يسمونهن بنات، حتى عندها علاجات، علاجات الصدفية وما اعرف شنو، يعني عندها علاجات هو حتى للبشرة، مو بس للشعر. وحسابها كلش حلو بيه، هو يدخلوا عليه وطلبوا من عنده. مطلبوا من عنده بنات، قولوا من طرفي يعني، من طرفي او من قناتي، من قناة دون ارت، كيفكم، من طرفي. انا اسمي وديان، يعني تقولها من طرف وديان، هي اصلا حتى ما تعرف اسمي، بس يعني انا اطلب من عندها، يعني دائما اطلب من عندها. ونتائج الشعر يعني حلوة، يطلع نتائج الشعر حلوة، الحنة مالتها كل زينة ومعالجة واصلية. وعدها هاي الزيوت قلت لكم هم اصلية بالمعصرة، يعني تسويها زيوت اصلية مو هيك شي جذبية. وهي بعد يعني شغلها بنتائج، يعني من تستخدمينها مرة راح اطلبينها مرة ثانية وثالثة، لان يعطي نتائج حلوة. حسابها بهواي شغلات حلوة، هاي الحماية البشرة همة، العناية بالبشرة، عدها هاي النيل همة، عدها هواي شغلات حلوة. دخلوا على حسابها وشوفوا، اذا عجبكم طلبوا وقولوا من طرفي، خصوصا البنات. وقالت اذا طلبوا من طرفك اسوي لهم خصم، البنات اللي يجون من طرفك اسوي لهم خصم، يعني اقللهن من السعر، وهو يتعامل وياهن مو مثل البنات.